نحكي عن مجموعة من الفنانين فيهم تناص، يعني في بتقابلوا مع بعض، كلهم مشهورين، تأثيرهم بالساحة العربية والعالمية، والتناصل والتقاطع اللي بتقابلوا فيه، مثلا مثل لؤي كيالي وتقاطعه مع فانكوخ بقصة حياتهم بفنهم بتأثيرهم ببعضهم بشهرتهم بأساليب الرسم اللي كانوا اخدينا من بعضها. طبعا لؤي أخذ من فانكوخ بشكل أو بآخر، هو كمان فانكوخ أخذ من الفن الياباني، هو طريقة تقطير أو الزخرفية بالرسم وتقطير الرسم بخط كونتور أو خط أسود بيظهر الشكل. فبتشوف التناص بيناتهم اثنيناتهم. كان لؤي كيالي استخدم كمان بعض مفردات فانكوخ هي الزهور ورسم الزهور، مع تميزه برسم معلولة، هاي اللي أعطته شهرة أكثر، كان فيها حساسية مميزة برسوماته، طبعا غني عن التعريف بالحالات التعبيرية اللي رسم فيها الوجوه والإنسان. طبعا طناس يقع بالمأساة بالجنون المتهم فيها لؤي كيالي، وأيضا متهم فيها فانكوخ. هذا التناص ما بعرف يعني هو مقصود أو طبيعي إنه يكون بحياة أي فنان، لأنه طبيعة الفنان يكون حساس جدا. فوجهة نظر الناس خلاله تختلف، فهذا هو اللبس اللي حاصل علي، إنه يعني الشغلة حساسية الفنان وعدم فهم الآخرين لحساسيته، فهذا هو اللي خلق التقارب. طبعا بالشكل الفني موجود هذا التناص أو هذا التشابه، يكاد أن يراه الفنانين المحترفين إنه تأثرهم ببعضهم. أما الحياة الاجتماعية الاثنين، لؤي كيالي كان مع ميسورة، أما فانكوخ كان دعمه وحيد أخوه ثيو، وكان وضعه كتير سيء برأيي، كان ملاذه أول والأخير كان هو الرسم، كان يحتاج للألوان والمواد كان يدعمه فيه أخوه، وهي إلى أثر. يعني أنا حسيت من وجهة نظري إنه أسلوبه بالرسم لفانكوخ عن طريق الرسم الفسيفسائي هو شكل أشكال تعبئة الفراغ. كان في عنده فراغ كبير في حياته، فكان كان يعبيه بالرسم، وكان الضغط على أخوه من خلال شراء الأصبغة كان بيدك الوقت غالي كتير، فاستخدم أسلوب الفسيفسائي بالضربات المتتالية، شكل من أشكال المدرسة الجديدة. طبعا قبله كان الانطباعية وكانت مسيطرة أكثر شيء، أما فانكوخ خلق مدرسة جديدة هي الانطباعية التعبيرية. طبعا بخلاف الانطباعيين تماما، فهو أكد للتعبيرية بشكل أقوى، وهذا اللي خلاه يبقى لهذا العصر. نحن عم نحكي على فنانين تهموا بالجنون إلى حد ما، يعني أو فرط حساسية عندهم، يعني وفي تناص بيناتهم، في تشابه بحياتهم. شفت أكثر من رابط بيناتهم، هو الجنون، اثنيناتهم اتهموهم بالجنون، اثنيناتهم دخلوا مصحات عقلية، اثنيناتهم ارتكبوا جرم بحق نفسهم، يعني قتلوا نفسهم، هيك يقولون الناس.
المؤكد مثل ما أن فان كوخ صار معه الشيء فعلا وأطلق على نفسه الرصاص. أما بالنسبة للوأي لا، مو مؤكد، يعني بخطأ ما كان عم بدخن ونسي السيجارة حرقته، فقالوا شكل من أشكال الانتحار. طبعا هو توفي بخطأ نتيجة يعني، وكان عنده مسكن كان ياخده هو عم يدخن، نسي السيجارة حرقته. فهذا الترابط أن احنا اللي عم نحكي فيه، وفي حساسية الفنانين هاي مي يعني مطروخة كتير. ليش؟ لأنه في طبيعة الفنان هو حساسيته جاية من تعامله بالأمور، التفكير زايد عن حده بأمور كل شيء، بالتقنيات، بالمواضيع الإنسانية، بالمستقبل. فبتشوف بيحمل حساسية تتميز عن الأشخاص الآخرين. طبعا في حساسيات، هذا لا يعني إنه عندهم، بس الحساسية عنده فيها تختلف. فهون بتهموه بأنه هو يعني غريب عن بيئته، وفي أغلب الناس العاديين مثل ما يعني شهروا عن فان كوخ ولؤي أنه مثلا هدول دخلوا مصحة عقلية. هي يعني المصحات العقلية طبيعي هو مرض مثل كل الأمراض، فدخلوا عليه فعلا لشدة الحساسية برأيي، مول مرض أو جنون عندهم، تعالجوا ورجعوا. أما اللي بيهم المشاهدين هو يعني حتى التأثر بلوحاتهم. يعني لو أي رسم زهور بنفس طريقة فان كوخ، وفان كوخ رسم زهور بنفس الطريقة للمدرسة اليابانية بنفس الأسلوب، فهذا هو التأثير. طبعا مع الفارق الطبقي يعني مثل ما بيقولوا، او المادي. فان كوخ كان فقير جدا ولم يبع ولا لوحه في حياته، اما لؤي لا، باع كثير لوحات، باع معارض، وهو من عائله ميسوره يعني مشهوره يعني بالمدينه. فهذا سبب لانه كمان تاثر على شهرته يعني، لؤي مين يرعى اسمه بعد وفاته ويحيي ذكراه. طبعا أثره قوي جدا بلوحاته، ما بحاجة لهالشي هو. لؤي كيالي درس الرسم دراسة، كانت له موهبة وأكد بالدراسة طبعا، وبعث إلى روما يمكن عن طريق بعثة كمان عن طريق الحكومة، ودرس في روما. اللي قتله كمان للؤي هو يعني شكل من أشكال المنافسة الفنية بينه وبين أقرانه الفنانين الآخرين نتيجة شهرته وأثر لوحته بالمجتمع. فصار عليه يعني ما بقوله ضغط نفسي كثير من خلال النقاد والفنانين، فهذا أثر بحالته النفسية، وهي اللي أدت ل ذهاب المصحة النفسية. اللي ميزه هو رسم الشارع الحقيقي، يعني كان هو يقعد بقهوة اسمها قهوة القصر بحلب، هي ملتقى لمثقفين حلب، وكان في عصر النهضة الذهبي في هذه القهوة. كنت صغير كنت جار قهوة القصر، كنت أشوف يعني يوميا أروح أطلب قهوة مشان أشرب، أشوف هذا التجمع كان له هيبة. من بيناتهم لؤي، وكان في له جدار بيحط عليه لوحاته كان مشان يعني البيع، طبعا له نسبة صاحب القهوة، يعني دليل إنه كانت قهوة حضارية وثقافية جدا. فكان يلتقط مواضيعه من خلال الشارع، مثلا بائع اليانصيب شافه شاب صغير فأوقفه وعطاه 5 ليرات بهداك الوقت كان تساوي شيء، مشان ياخد له سكتش وبعدين سوا لوحة. معناتها رسم هم الشارع، لقطات المأساة اللي بشوفه بالشارع، بائع الجرابات، في كمان البويجي ماسح الأحذية،
رسم معلولة، رسم طرطوس، رسم بلادية البحارة يعني، أو البلوكات، المراكب والغابات. ميز كثير بمعلولة يعني كطابع معماري كل الرسم. والغريب إنه ما رسم لحلب، إذا بتلاحظ رغم إنه مدينة حلب رغم بناها في بناء أو إيش، ما رسم، رسم الطبيعة ورسم معلولة. بحسها قريبة أكثر منه، رغم إنه حلب ما بعرف يعني، أنا شفت له بس سكتش واحد عن حلب لما كان صغير اسمه بس، بعدين ما شفت له ولا لوحة عن حلب. بإيطاليا رسم البيوت الإيطالية بشكل كمان مميز، في أحد معارضه مميز كمان. بس ما يحكى إنه عن تميزه إنه كان يعني حساس جدا بالفن، لا يقبل غير الفن، ما كان مجامل بالفن أبدا، كان جدي جدا. أبرز مواقفه كان وقتها في سبيل القضية، سوى معرض بدمشق وقت النكسة يعني، ورسم الإنسان العربي المقهور مذبوح، فهاجموه بعض الصحفيين إنه عم يزاود على الشغلة، فحرق المعرض كله، ويمكن لم يتبقى إلا بعض الصور. فهي المواقف كمان هي تميز فيها، كمان هي حرق اللوحات، فيها كثير فنانين استخدموا حرق اللوحات. فان كوخ كذلك الأمر كمان تم يعني، رسم لوحة مشهورة كتير أكلي البطاطا، هيك بتشوفها لوحة مرسومة يعني بالليل على ضوء فانوس، وفقراء يأكلون البطاطا يعني، تشوف إيديهم ولون البطاطا ووجوههم الشعبي. طبعا هو حساسية الفنان إنه كان يشوف المستقبل من خلال لونه وتقنيته وتأثيره وتعبيره. شافوا الناس إنه ما بيحاكي العصر الكلاسيكي للفن، وكان هي مرحلة الانطباعية وانخرطوا فيها كتير فنانين. فهو تميز إنه رسم شيء غريب عنهم بنفس عصر الانطباعية يعني، سبق زمنه. هذا اللي راهن عليه الناس إنه فعلا هو، وتحدى الآن نحن إذا بنشوف لوحاته هي بتمثل عصرنا باللون والتقنية والحداثة، حتى بالموضوع التعبيري لا شك قوي ولا زال مطروق. برسم وجهه كمان في تعبيرية كتير مميزة، يمكن ما وجد كتير ناس يرسمون. فرسم وجهه أسقط عليه التعبير بأكثر من لوحة، فهذا أحد. كمان في لوحة له طبعا رسم الطبيعة كتير هي له، والزهور تميز فيها، وفي تناص بينه وبين لؤي كيالي بالزهور، اثنيناتهم رسموا الزهور بس كل واحد بأسلوبه، بس تقنية واحدة. فبرأيي اثنيناتهم عنده بنفس المراحل، بس برغم بفصل عن المنطقة والأريحية المادية كانت لؤي أفضل. ما حسين يحصل عليه فانكوف غير من خلال الشغلات اللي كان يشوفها المتاحة له. بس قصة انتحاره يعني، وقصة قطع دانو أو جزء كبير من دانو أهداها لأحد المومس، يعني ذكر المومس إنه أحد بائعات الهواء، ما بعرف كانت غايته منه يعني هو الإرهاب أو شغلة هي يعني، لازال تذكر ليش هيك سوى. وفي قصة انتحاره انه راد يتخلص من هالحياة، يكشف الحياة الأخرى لأنه فعلا تعب ومل بإيده يعني، أنهى نفسه. فهي قصتين مميزات عنه طبعا معروفة. لا هو ما كان ضعيف، كان قوي على ما أظن، لأنه بالنسبة لفان كوخ يعني يكفي إنه كان يتحمل شدة عناء المعيشة يعني، هاي قوة لحالها يعني. على ما أظن أنا حسب تقديري إنه كان قوي مو ضعيف. حكوا عنه بالقصص وبالأفلام المسرح إنه
مجنون، يعني نقلوا صورة يعني فيها مبالغة زايدة عن حدها. فهون أنا ردت أوضح هاي الفوارق كفنان، شلون حساسية الفنان، علاقته بالتفكير وبالمستقبل وحساسيته، هاي بتميزه عن البشر الآخرين. هاي اللي رايد أوصلها للجمهور. طبعا هو إنسان، بس أنا وضد فكرة القتل أو قتل النفس، يعني قتل نفسه الفنان. طبعا أنا أبرئ منه لو أي حد، لأن أنا أشوف إنه قتل نفسه. أما فان كوخ طبعا أثبت إنه قتل نفسه وسوى شيء. أما هون أقول لك أنا الحساسية، بس يعني رايدين عشان وصلنا للنهاية نفصل إنه حساسية الفنان تختلف عن حساسية الشخص الآخر وتفكيره وطبيعة حياته. بس هو إنسان كل الناس، بس مع فرط حساسية زايدة مثل ما بقولوا، وفي عنده مد تفكير للمستقبل يختلف عن الآخرين، عنده رؤية مستقبلية تختلف عن الآخر. بس هي كل الشغلة، لو إنسان مثل كل الناس.